أغصانه رمز السلام، وبأشجاره بوركت أرض الرسالات، جذوره تضرب في عمق التاريخ تحكي قصة شعب باق ما بقي الزيتون، هم زرعوا فأكلنا ونحن نقطف لتأكلوا. هؤلاء المزارعون جمعوا ثمار الزيتون حبة فحبة وفق إرشادات الإغاثة الزراعية للحفاظ على جودة الإنتاج، فعبأوا حب الزيتون في صناديق خاصة للحفاظ على جودته. وهنا شجعت الإغاثة الزراعية المزارعين على عصر ثمار الزيتون في معاصر جهزت بأحدث الآلات تم تأهيلها بجهود فني الإغاثة، ليتدرج الثمار في مراحل إنتاجه بين الغسل والعصر والفرز قبل أن يتدفق عرق وتعب المزارعين نفطا أخضرا جميلا، منه النور والنار والغذاء والدواء بمواصفات غذائية عالية الجودة. فاعتادت الإغاثة الزراعية والمزارعون على تخزين زيت الزيتون في صهاريج معدة لحمايته من التأثر بالعوامل البيئية الضارة. وعند هذه المرحلة عمل دؤوب في مختبر شركة الريف للاستثمار والتسويق الزراعي بالتعاون مع الإغاثة الزراعية لإجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من جودة إنتاج الزيت الذي يعبأ بأحدث الآلات بأيد فلسطينية، وهو حاصل على المرتبة الأولى لتذوق الجودة في إيطاليا، وعلى شهادة الأيزو 22000 وعلى شهادة الجودة الفلسطينية. فالإغاثة الزراعية حملت حق الريادة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون البكر الفاخر العضوي، ووفرت إنتاجاً من زيت الزيتون في الأسواق المحلية والعالمية، ونافست فيه الزيوت الأخرى. ولم يعد المزارع الفلسطيني يعتمد في تسويق الزيت على سمعة وبركة الزيت الفلسطيني أو على التعاطف والتضامن، وإنما بات الاعتماد الأساس على المنافسة. وبجهود الإغاثة الزراعية قرر الاتحاد الأوروبي استيراد زيت الزيتون الفلسطيني لاستخدامه في كافة مطاعم مقراته في بروكسل وستراسبورغ. ففي الإغاثة الزراعية أناس وضعوا نصب أعينهم النهوض بواقع الزراعة في فلسطين، فعمدوا إلى شق الطرق الزراعية واستصلاح الأراضي ودعم المزارعين بالأشتال والأشجار المثمرة، وخاصة أشجار الزيتون.